الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الجمعة وقرآن الفجر والأمسيات الدينية والذي سعدنا به أمس بقرآن الجمعة بمناسبة العام الهجري الجديد كما شرفنا أيضا بكروان قراء محافظة البحيرة الشيخ العلم ابن العلم الشيخ محمود محمد عبد الرحمن القزاز. اترك الكلام لاني رأيت العيون تنظر الي لتأذن بالرحيل لان المقام ليس مقامي بل هو مقام القراء وحملة القرآن الكريم. اترك الكلام لكلام الله مع الدكتور عبد الناصر حرك الله اسأل له التوفيق والسداد ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل معالي الدكتور مشكورا ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. صلى الله عليه وسلم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صلى على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تذكرة لمن يخشى. Yeah.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى
الله يفيد عليك يا دكتور. الله اكبر. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بس. سلم يا رب. نعم يا سيدي نعم. لعلي آتيكم أو أجد على النار هدى. نعم يا دكتور عبد الناصر. الله فلما إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا
عليك ان شاء الله. هذا كلام الله اكبر. سيدنا يا رب. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنك إنك بالوادي المقدس طوى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي. عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما
وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اذكر الله سيدنا قران من اهله يا محمد. عفوا عليك يا اخي. نعم يا سيدنا شكر الله وسعيك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الصلاة والسلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي. عصاي أتوكأ عليها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها أخرى. قال ألقها يا موسى. الله الله فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. خلاص اكيد وصلت كده. الله اكبر. الله كنا متغلى عليك انت وعم. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. الله يا ملك المقامات. سنعيدها سيرتها الأولى. الله
ضم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر.
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ
أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على صدق الله العظيم. هكذا إخوة المرأة الإسلامية عشت في رحلة ذي التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها على مسألة حضرتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حراك القارئ المتحدث الإذاعات والتلفزيون.